وللمزيد حول هذا الموضوع معنا المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بخبزة. أستاذ بخبزة أهلا ومرحبا بكم. مرحبا أستاذ بخبزة، ما أهمية ودلالات احتضان المغرب النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة؟ في الواقع أن المغرب دأب على أن ينخرط في كل الأوراش التي تهم القارة الإفريقية، لأن هو مهتم كثيرا بالتحولات الكبرى التي تعرف هذه القارة، لأنه أولا هو من مصلحته أن تكون إفريقيا متطورة، وكذلك أنه مستعد لتقديم يد المساعدة، وأصبح الأفارقية يستوعبون ذلك بشكل كبير. لذلك فنلاحظ أن الكثير من الملتقيات والمنتديات يتم احتضانها من قبل المغرب. هذا جانب. الجانب الثاني وهو أن للمغرب إمكانية تقديم يد المساعدة. هناك ربما أن على مستوى اللوجستيكي، ربما على مستوى توفير الخبراء، على مستوى التدبير اللقاء لإنجاحه، لأن لقاء من هذا النوع هو لقاء للنخبة، وتحتاج هذه النخبة إلى أجواء ولفضاء وإلى إمكانات تسمح لها بالتفكير الإيجابي من أجل الاطلاع بمهامها. إذن فاختيار المغرب ولاحتضان هذه النسخة الثالثة ليس هو اختيار اعتباطي، هو للقناعة الأفارقة بكون أن المغرب يمكنه أن يوفر الفضاء والأجواء والسياق الذي يسمح بنجاح هذا اللقاء، وكذلك يمكنه في نفس الوقت أن ينقل بشكل مباشر تجربته في مجال العملية الانتخابية، لأن الكل يعلم بأن الانتخابات هي آلية ديمقراطية مهمة، وإفريقيا تحتاج لهذه الآلية الآن. نعم أستاذ بخبزة، المملكة المغربية تعد أول بلد إفريقي يكون ملاحظي الانتخابات في إفريقيا، وبهذه النسخة الثالثة على التوالي يكون قد استفاد 155 ملاحظا إفريقيا من هذه الدورة التكوينية، مما يتيح تطوير قاعدة بيانات على مستوى القارة. ما هي قراءتكم لهذا المعطى؟ هذا المعطى هو جد جد مهم بالنظر إلى مسألة مهمة، لأن هي العمليات الانتخابية لم تعد عملية محلية، بمعنى أنها تهم شأن داخلي للدول. لمنح مزيد من الشرعية لنتائج الانتخابات، فانفتاح دول على الملاحظين وخاصة الملاحظين الأجانب. إذن هناك نوعين من الملاحظين، هناك الملاحظ الوطني وهناك الملاحظ الأجنبي. فإفريقيا بفعل أنها بدأت تقتنع بالديمقراطية عن طريق صناديق الاقتراع التي تكون عبر الانتخابات، هي مقتنعة بأن يجب أن تكون شفافة ويجب أن تكون نزيهة حتى تكون المؤسسات المنبثقة عنها مؤسسات شرعية يمكنها أن تزاول ممارسة السلطة دون أن يكون هناك احتجاج أو يكون هناك تشكيك في العملية الانتخابية. إذن فاللجوء المتزايد على الملاحظين هو أصبح ظاهرة نلحظها على المستوى العالمي، ليس فقط بالنسبة للدول الإفريقية، بل حتى الدول الديمقراطية، الدول الراسخة في العملية الديمقراطية هي تؤمن بوجود الملاحظين. إذن فمن هذا المنطلق المغرب يحتضن هذا النوع من اللقاءات ومن الأوراش لتمكين القارة الإفريقية من هذا النوع من الملاحظين الذين دورهم أصبح مهما لإضفاء الكثير من أو المزيد من الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، لأن للأسف الشديد كنا دائما أمام ظاهرة وهو التشكيك في نتائج الانتخابات. إذن فمن هذا المنطلق نعتبر أن عدد الأشخاص المكونين لممارسة هذه العملية هو مهم ويحتاج إلى المزيد، لأن إفريقيا هي مقبلة على المزيد من العمليات الانتخابية، وبالتالي هي ستحتاج في كل مرة إلى المزيد من الملاحظين، سواء كما قلت على المستوى المحلي أو الملاحظين الذين سيشتغلون من خارج هذه الدول. نعم أستاذ بوخبزة، كيف يمكن الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، خاصة أن المغرب أكد أنه مستعد لمد إفريقيا بملاحظي الانتخابات ذوي كفاءة وقادرين على تعزيز العملية الديمقراطية في القارة الإفريقية؟ من هذا المنطلق ربما أن الكثير من الأشخاص كان في البداية كانت مبادرات شخصية وفردية، مجموعة من الكفاءات المغربية التي ساهمت في مراقبة العمليات الانتخابية في الكثير من الدول الإفريقية.
الآن أصبحنا أمام مؤسسات متخصصة، مؤسسات مغربية، هناك مراكز للبحوث والدراسات، هناك معاهد متخصصة الآن في مراقبة العمليات الانتخابية. فمن هذا المنطلق نحن نعلم أن المغرب انفتح منذ مدة على المراقبين المحليين والمراقبين الدوليين لمراقبة مختلف العمليات الانتخابية في المغرب. إذن فالآن نحن لدينا تراكم إيجابي جدا في التعامل مع هذه الآلية، آلية مراقبة الانتخابات. إذن فعندما تنضج التجربة وتكون لدينا الخلاصات والدروس اللازمة، يجب أن ننقلها إلى أشقائنا في القارة الإفريقية، لأن نؤمن بأن التنمية التي يطمح إليها المغرب في إفريقيا يجب أن تكون مصحوبة بتحول ديمقراطي حقيقي. إذن والتحول الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا عبر شرعية صناديق الاقتراع، وبالتالي أن تكون الانتخابات ذات مصداقية. ونعتبر أن هذه الإضافة، إذا كنا نتوفر على إطار قانوني ملائم، نتوفر على مؤسسات منتخبة ملائمة، ولكن الآن أضفنا إلى هذه المسحة الديمقراطية هذه الآلية التي أصبحت كما قلنا يتم اللجوء إليها بشكل مكثف، وهي آلية الملاحظين. المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. مرحبا.